جدا لتغطية مباراة الفتح والفيصلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، ونشاهد معكم حالة الهدف الثاني والذي أحرزه حارس المرمى مصطفى ملائكة، وهي الحالة التي احتج كثيرا عليها الفتحويين. سبب احتجاج تحديدا عناصر نادي الفتح والجهاز الفني والإداري وكذلك رئيس النادي الذي توجه مباشرة إلى أرض الملعب للاحتجاج على حكم المباراة سلطان الذي لم يتوجه للفار. احتجاج الفتحويين بسبب بأن الكرة خرجت من لاعب نادي الفيصلي ولم تخرج من لاعب نادي الفتح، إلا أن حكم المباراة احتسبها كرة ركنية. ليس لي أي رأي في هذا الموضوع، نترك الرأي بكل تأكيد للخبراء التحكيميين. ستكون هذه اللقطة الجدلية اليوم هي اللقطة الأبرز في الحالات الجدلية للسادة الخبراء، السادة الحكام السابقين والمحللين التحكيميين في القناة الرياضية السعودية والقنوات الأخرى. كما نشاهد الحالة أمامكم، احتجاج لاعبي نادي الفتح بأن الكرة خرجت من لاعب نادي الفيصلي. أستعرض إياكم أيضا الجرافيكس المخصص لإحصائيات هذه